السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد مع تمرين جديد ان شاء الله، مع معلومه جديده ان شاء الله. وكنتمنى ان هذه السلسله ديال الفيديوهات افادتكم ولو واحد الشيء غير شي شويه في الدراسه ديالكم ان شاء الله. المهم ما تنساوش دعمونا ولو بالقليل من خلال المشاركه ديال الفيديوهات بين الاصدقاء ديالكم وبين الزملاء ديالكم الطلبه من اجل ان تعم الفائده ان شاء الله. المهم ننتقلوا دابا لواحد ليكزومبل. كما قلنا غناخذوا واحد الكاز ميموار، انه واحد لقينا واحد النومبر استوقع في واحد الكاز ميموار، ولكن هذاك النومبر ما عرفناش استوقع في 32 في 64. بما انه شوف دائما الى تعطى لك واحد النومبر بحال هكا حسب لي كاز. المهم حسب لي كاز، الى لقيتي 64 راه عنده الطريقه ديالو، والفرق كيكون دائما عارف غير في الاكسبوزون. الاكسبوزون في 64 راه تساوي، المهم ان او تساوي 11، وفي 32 راه تساوي 11، هنايا تساوي 8. مزيان، هذا هو الفرق اللي كاين فقط. اما الطريقه كتبقى نفس الطريقه. هنا غادي ندير عاوتاني السيد للعكس، نبداو من الاخر. مزيان دابا نعتبروا ان هنايا راه كاين 64 كاس. دونك كما كنعرفوا بلي واحد الممور راه كيتكون واحد التيت كاز ديال السيم، ها هي. ومن بعد بما ان عندنا 64 كاز، دونك الاكسبوزون كتعطي لي 11 ديال لي بيت، حيت كل كاز راه كيتسمى بيت. مزيان، ومن بعد المونتيس داكشي اللي بقى تقريبا نحسبوه كاع، تكون عندك 64 نقص منه 11 ومن بعد نقص منه واحد، دونك 52 بيت كتعطي المونتيس. 52 بيت، 52 بيت على 11 بيت على واحد، مجموع كل شيء هو 64. مزيان، الوغ دونك أول حاجة هذه هي ديال السين. مزيان، بما أنه عندنا واحد، الواحد اللي كيبالون ديالو، عندنا هو موان، أن العدد ديالنا راه نيجاتيف، ولا عندنا صفر اللي كيفيلون ديالو أنه بوزيتيف. مزيان، من بعد غادي نحسبو واحد 11 ديال لي بيت، عندك واحد جوج، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ها 11 حتى لهنايا. مزيان، هذا هو الإكسبوزون ديالنا. من بعد داكشي اللي بقى 52 بيت راه ديال المونتيس. مزيان، اول حاجه غادي نبداو نحسبو، نحولو ليكسبوزون من البينير للديسيمال. علاش؟ حيت بغينا النومبر ان، اي العدد ديال المرات باش درنا الازاحه ديال الفصيله. حيت الا عرفنا الاكسبوزون كنعرفو ان، و الا عرفنا ان مباشره كنخرجو النومبر ديالنا، حيت كتكون واحد فصيله هادشي هو المونتيس. من بعد غادي نرجعو العدد ديال المرات، اي العدد ديال ان، ان مرة فاصلة في اتجاه ديال اليمين، ومن بعد في الاخر كنحصلو على الرقم ديالنا البينير، ومن بعد هذاك البينير كنحولوه للديسيمال وكنحصلو على اكس ديالنا، اي الرقم ديالنا علاش كنقلبو. مزيان، دونك غادي نبداو باكسبوزو. اكسبوزون شنو هو؟ اكسبوزون عندنا هو واحد، جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، مزيان، هذا هو الاكسبوزون ديالنا. هذا راه كاين في الباز 10، دو، دونك بغينا الإكيفالون ديالو إكس في الباز 10. مزيان، تأكدوا نيت واش كاين 11 رقم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. مزيان، ودائما كنقول لكم الا بغيتي تحولوا من البينير ديسيمال رقموا الفوق من 0 حتى اقصى عدد عندكم. دونك عندك 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عندنا 10. مزيان، الطريقه راه عرفتوها. دونك عندنا الاكسبوزون تساوي 0 نضرب في جوج على بويسونس
زيرو زائد صفر مضروب في جوج على بيسونس واحد الى غير ذلك. دونك حنا غادي الطريقه راه كتعرفوها، دونك غادي نمشيو نيشان لواحد حيت ايه عدد ضربتيه بصفر كيساوي لك صفر. دونك عندك واحد مضروب في جوج على بيسونس خمسه زائد واحد مضروب في جوج على بيسونس 10. مازال نحسب الآلة الحاسبة، جوج على بيسونس خمسة شحال كيساوي؟ كيساوي 32. 32 زائد جوج على بيسونس 10 تساوي 1000. 1024. مازال هذا هو الإكسبوزون ديالها، دونك تساوي في الآخر 1024. مازال كاع نخليوها هنا، نخليوها كاع. المهم نديرو كاع، عندك 32 زائد 1024 مازال 1056. مازال شنو قلنا بالنسبة ل بالنسبة ل 64 بيت؟ بالنسبة ل 64 بيت اكسبوزون الطريقة ديال كيفاش كيتكتب، الطريقة كيفاش كيتكتب، كيتكتب جوج على بيسونس ان، ان او موان زاد موان ان بلس بلس ان. مازال دونك عندنا جوج على بيسونس ان او شنو هي؟ هي 11. دونك اللي كتولي عندنا جوج على بيسونس 10 موان زاد بلس ان، دونك تساوي نحسبها. راه ديجا نحسبها، ها هي عندك جوج، جوج على بيسونس 10 هي 1024 موان زا بلس ان. مازال دونك هادي راها كتسخف، المهم تساوي هادي اللوكا ديالنا حيت حنا بغينا ان. واش نبقى تلاحظ حيت علاش ما بغيتش كاع نحولها؟ حيت عندنا 1024 حتى هنا عندنا 1024، دونك غادي نسالكلي بيها. دونك عندنا الاكسبوزون هاد دوكا، هاد الاكسبوزون راه كيساوي لك هاد الاكسبوزون عاوتاني اللي حسبنا. مازال دونك انا غادي نكتبو عندنا 32 بلس اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين بلس ألف. لينا الإخوان، لينا الإخوان، حيت طيح لي العجب خديته عام من راسي. مازال شوف هاد النومبر اللي غادي يخرج لينا في ان، غاتعجبو مزيان. المهم لا 1024 مزيان تساوي 1024 موان زاد بلس ان. دونك غادي نسامبلي في 1024 هكا، دونك ان ان، دونك ان تساوي 32 بلس ان هي 33. هذا هو النومبر اللي يعني عجبت، حيت هاد الرقم ديكسبريسيون خديتها من راسي. مازال واخا لكن واخا هكاك، المهم طبقوا لي الطريقه، طبقوها. الطريقه الاهم هو تعرفوا كيفاش تعاملوا مع واحد اي اكزومبل تعطى لكم، حيت الاستاذ ولا الامتحان راه امبوسيبل باش يعطيك ان نوم اي عدد من المرات باش درتي الازاحه ديال الفاصله تساوي 32 مره. المهم الاهم ديال الاهم هو انكم تطو القاعده، تكون عندكم طريقه باش تعملوا مع اي اكزرسيس. مزيان دونك ان لقينا بلي كتساوي 33. مزيان الوغ بما ان لقينا ان، غادي نلقاو دابا ليكيفالون ديال النمبر. علاش كنقلبوا اكس على باز 10؟ ليكيفالون ديالو حيت دابا عندنا الامكانيه باش نخرجوا ليكيفالون ديالو في لا باز 2. لا باز 2 دونك شحال كيساوي؟ كيساوي لك 1. بما ان لقينا ان، دابا غادي نخرجوا هذا الرقم اللي كيكون في لاباس جوج، دونك واحد فاصلة المونتيس، المونتيس راه كتبدا واحد 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 واحد، داكشي اللي بقى كلشي الزروات، زيرو 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 زيرو. مزيان هادشي مضروب في جوج على بيسونس 33، دونك باش خاصك دير الإزاحة ديال الفاصلة 33 مرة. ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 حتى 33. دونك غادي يخرج لكم واحد الرقم اللي هو كبير بزاف.
المهم الاخ غادي نمشيو دابا. الرقم هو كبير هي النتيجه ملي كتاخذ واحد الرقم عام من راسك واحد الرقم الاحسن تاخذو بلا ما تخافوش. بالنسبه لي زيكزامبل اللي عطيتها لكم في زيكزام ولا في لي تيدير يكون داكشي بسيط غادي تخرج الاغلبيه ان لا تحصلوا عليهم غادي شي يفوت لكم 10 مازال دونك في هاد لوكا دابا راه عندنا 33 ان اذا راه 33 مازال وعليك المخ هاك مازال عندنا نمر بينير هو واحد فاصله واحد واحد هذه الزيروات 0 0 0 0 0 هنايا بحال من مرة حيت كنحسبو نضرب خاصني نزيحو الفاصلة 33 مرة دونك 33 نقص منو واحد هي 32 نقص منو واحد هي 31 دونك هاد النوع ديال الأصفر هنايا 31 0 31 0 هذا هو النمبر بينير دونك غادي نحولوه للديسيمال غادي يخرج لينا واحد النمبر كبير بزاف إكس ديالنا بازل حيت شنو قلنا باش نحولوا واحد النمبر من بيرير ديسيمال كنرقمو اخر رقم عندنا 0 1 2 3 4 5 6 7 بما انه عندنا 31 ركزوا معايا مزيان 1 1 1 0 0 0 0 0 وهذا الرقم ديال الزيروات عندنا 31 31 0 دونك هذا اخر زيرو راه هو 31 الرقم ديال 31 فوق 31 32 33 34 مازال هذا غيكون 30 هذا 29 هذا 28 الى غير ذلك مازال باش نحولو باش نمشيو من الباز دو فيها باز 10 شنو قلنا بما ان هذوك الارقام كلشي زيروات دونك اي زيرو في اي رقم كتساوي لك زيرو دونك غادي نجيو حتى لواحد واحد دونك عندنا نومبر فيلير ديالنا اكس ديالنا باش كنقلبو في الباز 10 تساوي واحد مضروب في جوج على بيسونس 32 زائد واحد مضروب في جوج على بيسونس شحال 33 زائد واحد مضروب في جوج على بيسونس 34 دونك الرقم ديالنا هو هذا قلنا واحد الرقم اللي هو غيكون كبير بزاف عندك جوج على بيسونس كبير بزاف بمعنى الكلمة ديك دونك الأهم هو أنكم تعرفوا الطريقة 4.29 أربعة تسعود ستة سبعة جوج تسعود ستة زائد جوج على بيسونس 33 بيان عرفتيني بزاف 8 5 8 9 9 3 4 5 9 2 ومن بعد نزيدو عليه 2 على بيسونس 2 على بيسونس 34 هذا هو الرقم ديالنا. المهم من هنا لقدام الاخوان دائما غادي نخدموا على واحد التمارين اللي هما بسط تسمع التمرين وان شاء الله راه غادي نخدموا مازال على بزاف ديال التمارين متعلقين بزاف ديال لي زيكزامبل اللي فيهم نحولوا واحد النمبر بحال ليكسبريسيون من 64 بيت من نمبر بينير فيغ نمبر ديسيمال مازال. المهم الاهم عندي هو انكم تعرفوا الطريقه هل كما قلنا الاستدلال العكسي تبداو من الاخر باش توصلوا للنمبر ديسيمال ديالكم ولا تبداو من الديسيمال باش ديروا السلوكاج ديال هذاك النمبر فالكاز ميموار مزيان الاخوان تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله وهاد المره غادي نمشيو نخدموا على ستوكاج واحد النمبر في 8 بيت ان شاء الله فيها جوج ديال الطرق حتى هي عندك الا كان عندك النمبر بوزيتيف ولا كان عندك النمبر نيجاتيف ان شاء الله. المهم بالنسبه لهاد لوكا راه غادي نديرو التمارين ان شاء الله باش تكون عندكم باش الصوره تستوعبوها مزيان ان شاء الله. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.